اهلا بيكو. في الفيديو اللي فات قعدنا وضحنا لبعض ازاي ان انت ما هتبقى سعيد لما توصل للاهداف اللي انت عايز توصل لها، ده صحيح ان شاء الله، لكن الحقيقة ان وصولك للهدف هيديك احساس مؤقت بالسعادة، وفي خطورة من ان انت تبني سعادتك على الاهداف اللي هتوصل لها، وهي ان الاهداف مش مضمونة التحقيق، او على الاقل ان انت تقدر تضمن ان الهدف هيتحقق، ده فرصته اقل بكتير من ان انت تضمن هتعمل ايه. عشان كده قلنا طيب تعالى نغير السؤال بتاع امتى هبقى سعيد او هبقى سعيد لما اوصل لايه لجملة هنكملها، انا هبقى سعيد لما اعمل ايه. مثلا انا هبقى سعيد لما اقضي وقت مع اصدقائي، ممكن يمكن، لكن اقدر اتحكم في ان انا اقضي وقت مع اصدقائي؟ ممكن اتحكم في ده اكتر واقدر اعمل له سكادجولينج. يا ترى ممكن الجملة تكمل بان انا هبقى سعيد لما اتمشى في الجنينة او اتمشى في مزرعة او انزل اتمشى حتى في الشارع بس من غير جناين؟ ممكن. يا ترى ممكن اقول انا هبقى سعيد لما ساعد حد، ادور على حد محتاج مساعدة واروح احاول اساعده؟ ممكن اقول ان انا هبقى سعيد لو صليت وقربت من ربنا. ممكن اقول انا هبقى سعيد لما اعمل كورس جديد، انا بعمل كده على فكرة، انا هبقى سعيد لما اعمل كورس جديد. دي ممكن تكمل الجملة. دايما فكر انا هبقى سعيد لما اعمل ايه. خلي بالك تاني، هبقى سعيد لما اعمل ايه، مش لما اوصل لايه. ده تغيير بسيط لكن اساسي. ما تقعدش تفكر في الحاجات اللي لما هتوصل لها هتبقى سعيد، فكر في الحاجات اللي لما هتعملها ممكن تبقى سعيد، لان انت هتقدر تتحكم الى حد كبير فهتعمل ايه. تقدر تتحكم في ان انت تقوم تتوضى وتصلي، تقدر تتحكم في ان انت تنزل تتمشى، تقدر تتحكم في ان انت تجهز كورس جديد وتحاول تقدمه للناس، تقدر تتحكم في ان انت تساعد حد، تقدر تدور على حد تساعده، ياما ناس محتاجه مساعده. تقدر 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 على ايه؟ تقدر ان انت تعمل حاجه. نتيجتها ايه مش مهم، المهم الباسج، المرحلة اللي بتعدي فيها وانت بتعمل اللي انت بتحب تعمله، هو ده اللي ممكن يخليك سعيد، هو ده اللي ممكن يخليك سعيد، لان انت تقدر تقرر وتقدر تتحكم. واهم من كده ان انت تقدر تعمل جدول، تقدر تعمل خطة ان انت اللي بتحب تعمله تعمله وتعمله 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 وتعمله. تقدر تحط في الكالندر بتاعتك ان انا كل يوم جمعة الصبح هنزل اتمشى نص ساعة قبل الصلاة. تقدر تحط في جدولك ان انت كل يوم كل في يوم من الاسبوع هتنزل تزور قرايبك. هتقدر تقول انا هدرب نفسي ان انا اتفق مع اصحابي كل يوم خميس بالليل نتقابل على القهوة. هتقدر كل ده تقدر تعمله. نتيجته ايه مش هو ده المهم، لان انت النتيجة لو ما جاتش انت ما كانش مطلوب منك توصل للنتيجة، وانما كان مطلوب منك تعمل الحاجة اللي انت بتحب تعملها. تقوم كده تزود فرصتك في السعادة وتقلل فرصة ان انت تصاب بالاحباط. يبقى في اول محاضراتنا مع بعض، المحاضرة دي اول محاضراتنا في بعض النصايح لازاي ممكن تبقى اسعد، هي ان انت شيل من بالك خالص ان سعادتك هتتحقق لما توصل للهدف، وخلي دايما في بالك ان انت عندك اختيار تعمل حاجات تخليك اسعد. ايه الحاجات دي؟ انا معرفش، انت اللي عارف، جربها، دور، روح جرب انك تقعد مع اصحابك، جرب انك تزور قرايبك، جرب انك ترفع سماعة التليفون وتعمل زيارات تليفونية،
جرب ان انت تنزل تتمشى، جرب ان انت تنزل تقعد في النادي، جرب ان انت تدور على حد تساعده، جرب على ان انت تنزل تروح ملجأ وتقضي يوم مع الايتام علشان تخفف عنهم وتساعدهم وتعمل حاجة لوجه الله. جرب ان انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين خارج وقت الصلاة بعد الفروض بتاعتك. جرب 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 جرب، شوف ايه اللي بيخليك اسعد. اللي بيخليك اسعد مش ضروري هو اللي يخليني اسعد، والعكس. كل واحد فينا عنده حاجة ممكن تخليه هو في حالة سعادة أكتر من التاني. المهم هو إيه ده؟ دور عليها واعملها وحطها في جدولك واعملها تاني وتالت ورابع وعاشر. برضو نقطة مهمة، التكرار بيولد الملل. يبقى دور على أكتر من حاجة وبدل بينهم. شيل مرة دي وحط دي، شيل دي وحط دي. التبديل، التغيير في حد ذاته، في الحاجات اللي انت بتعملها ده، في حد مجرد التغيير بس باعث من بواعث السعادة. ارجو ان انت تعيش اسعد دايما، ونتقابل في المحاضرة الجاية عشان نتكلم على وسائل تانية ممكن تزود بيها فرص ان انت تبقى سعيد. اشوفك المحاضرة الجاية ان شاء الله.